الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسينا ودرسي صدحات كم إذا كتابك سفينة النجاة ويسكرها الشيخ سالم بن عبد الله بن الصمير الحضرمي رحمه الله تعالى. حين سوق أرني هل كمصنف فصل النية قصد شيء مقترنا بفعله ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، والترتيب ألا يقدم عضو على عضو. فصل النية نية قصد الشيء شيء إن لا أدو لو قصدوه مقترنا الصغو للحريرنا أيوه ولحرير بفعله فالكي سي سمينتيس، ومحلها نيادة بوس كيدونا يميش أي دكتانا القلب قلب قويان، والتلفظ إن لغو هدلو بها نيادة سنة وسنة، ووقتها حلقيدنا لنيون ينا عند أول جزء قبل غيب تأوه الرئيسة عند غسل أول جزء جزء قبل مدك أوه الرئيسة دقيتان كيس أكت ويان ومن الوجه وجه كمده، والترتيب ترتيب كنا وحوية ألا يقدم إن الله هرمرين عضو حبين كوي ويسادة كامدة على عضو حبين كاليات. أحكام تنيادة وتضبع مصنف قصدح بوشيغة. طيب إن تضبع دا سيادة مصنف قصدح بوشيغة وحوية أن علماء إكاقها الله كتاب كان حقيقة النيادة نيادة هرتم حي حقيقة دا تيكو لابو حكم كيدو محوية هالنيادة صدح بوس كنيادو اي دعضاء اي محل كيدو حقيوي افر وقتيجا اي حلقا للا ايمانا اي شن قاب كاللولا ايمانا اي كيفيادا لولا ايمانا اي لح شروطا ايلادا هاي تضبو وچيدادا لغالا اي هاي اي فوائده انتاس عرمادو كغالا نيو محا حقيقة هذا اللي هذا مصنف واشيغا وقصد الشيء مقترنا بفعله وإن الشيء أقصدد أدو وليب فالكي سينا كدرهي إن العشر أخريد بعد معضي واد نييستي فالكي إن سواء دانا وكدهي دوان نييستي مرك نيو تاسوا قضا مرك حكم كادو محون نقونا هياه وكلا دوان يها سيدا بدا واجب نقضا لكن هبدا وحا لا حريرة أي عمل واجب هذا لا حريرته وحالغا يبدي واجب بينغون ينقنيسا عمل مباح هذا لا حريرتنا واحد كله ينقنيسا لكن سيدا غالب كان يدا حكم كيدو مرك عبادات كل جهة الله يدي واحد نقطي واجب بين قنيسا صدق نيدو حجيدك تايم محلها مصنف كاشي جاي ومحلها القلب وقلبها تنافراد وحويه قاب كل ولا إيمان يادو كيف يدا يقاب كل ولا إيمان يو هبدا قف كنيون إياه نيدي سه كحرن تقاب كل إيمان يو مرسلات بنيون مرسوم بنيون مرحج بنيون مركو ويكل دوانتها شروط قفكم مركو وحنيون أيه ده وحى كم ظهر تقف إسلام إنه يه تقف عن مسلم هاي ندو عبادة نيجي استوى حبك على الصحيح ماي حبك على الصحيح ماي تمييز وإنه يهاي أو مميز ويهاي أو وقرن أي شيء جان ونيجي سين يهاي وانو أقون ولا يهاي وح شيء نيادها أن فيه وديدا ينا وانو صلى إيمان وسكيل عليه. طيب وح معلق ومالك حرنا واني سنغ شروط شيء كميت. طيب ان وحي علمادو كهد الان وكاليتو مقصود كالغالي هوام حينيه دي عبادوين كيبا لغو كلا ساريا عادات كيبا لغن كيبا لغو كلا ساريا ان رضاها الهي با لغو رادين هيا حميه با لغبقا هيا مركا حالغالي هاي وشيدوين ووين با لغالي وصنفكو مركا وحو يري النية قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب. أرن كأسجع مركة وأرن أذ أحق بدن علماء يسلو قليه قصد شيء ماذا بقول خلاف ماله شيء إن لو قصدوه مقترنا بفعله أسجع ولي بالقول ما عننا يو ولحي رسانية هي فالكيسي محل كيدونا وقلبك محل كيدو وقلبك. طيب تاس مركة وغضب غضب كلا بعض وحيري والتلفظ بها سنة إن يدي الغرة وغوى سنة ومثلا مركو تكنا يوكالتو ويراد وحان نييستي صلاة النوع عاسة سونكي إنو نييستو أولي بها دانا قرة وغوى سنة بي واجم معها
sidaas umaraya raxmatullaahi calayh. Ujeedaday u dilaystaan culimmadu waxay leeyihiin waxaa la rabaa carabku qalbiga wixii ku jiray ee niyada ahaa ayuu carabku xoojinayaayo saacidaynaya. Sharbiina wuxuu soo guuriyey muqnil muxtaajka shihaab al-adrcina ka soo guuriyey inuu yidhi sunnanimada ay niyada laga hadlayo sunnanimadeedu wax daliila ma leh. Markaasuu wuxuu yidhi arrinkaasu intuu ka daba tegay waa mamnuuc, bal culimmada qayr baa waxay mareen inay tahay waajib in lagu dhawaaqo niyada cibaadooyinkao dhan, wax daliil ah mancigana umuusan sheegin iyo sunanimada midna. Tayib, in la yidhaahdo cibaadooyinka marka lala imaanayo niyo kaseeta in lagu dhawaaqo ayaa waxa weeyaan waajib ah, waa hadal shaadu aan sax ahayn. Sidaa awgeed ayuu imaamu Juwayni wuxuu leeyahy raxmatullaahi calayhi, wahaada laa yucaddu min almadhab, madhabka imaamu Shaafici shay walba niyadiisu inay lagu dhawaaqa inay laazim tahay wax la tirsado maaha, buu yiri madhabka ka tirsan. Marka waa ijtihaad culimmadu ay ku ijtihaadeen oo ay leeyihiin carabkiibaa wuxuu saacideynayaa wixii qalbiga ku jiray. Tayib, wa waqtuhaa xilligeeda niyada goormaad niyaysanaysaa? Cinda ghasli awali juz'in, juz'iya awal qaybta juz'ka iyo gabalka qaybta ugu horeysa agteeda oo min alwajhi wajiga ka tirsan. Awalu alcibaadaat bay niyadu wada gelaysaa soomka waxaan ka ahayn soomka. Markaad weysaysanaysid goormaad niyaysanaysaa, wejiga gabalka ugu horeeya markaad biyaha saartid baad niyaysanaysa, halkaasaad ka bilaabaysaa. Marka cinda awali juz'in min alwajhi, saas cinda ghasli awali juz'in, juskan ugu horeeya, jusku qur-aanka u qaadanaya, jusku waa qaar ama qayb, qaybtan ugu horeysa dhaqitaankeeda min alwajhi wejiga ka mid a markaad biyaha saartid markaasaad niyaysanaysa. Watartiibu in la kala hormariyo macnaheedu waxa weeye tartiibka, leanna weysadii baa lagu yidhi hala tartiibiyo. Allaa yuqadama, waa inaan la hormarin cudwun xubin calaa cudwin xubin kale, xubnihii weysada waa inaadan say ahaayeen qur-aanku u sheega kala hormarin. Bidixdii iyo midigta haddaad tirahda bidixdan hormarinaya oo midigtan dambaysinaya oo wejigii iyo lugihii lugahan hormarinaya oo wejigan dambaysinaya, maadan markaa maadan sixin weysadii, waa kaa khaldan taha. Taasuu musanifku ka hadlaya. Marka niyadii intaasuu musanifku ku gabagabeeyey raxmatullahi calayh. Faslun, almaa-u biyuhu qaliilun kuwa yar weeye iyo wa kathiirun kuwa badan. Biyuhu labadaasay u qaybsamaan, biyo yar iyo biyo badan, biyihi lagu weysaysanayay, kuwii lagu tahaaro qaadanayay, kuwii lagu qubaysanayay, labadaasay u qaybsamaan. Falqaliilu kuwa yar, maa wixii weeye duuna qullatayni laba fuusta ka yar, wixii laba fuusta ama hal fuusta ka yar wa. Walkathiiru kuwa badanna qullataani waa laba qulladood, iyo fa aktharu wax ka sii badan. Walqaliilu kuwa yari yatanajasu way najaasoobayaan, biwuquucin najaasati, najaasada ku dhicitaankeeda fiihi dhexdiisa ay ku dhacdo ayay wax way ku najaasoobayaan. Wa in lam yataghayyar, yuunaba doorsoobin hadduu doone. Waxaa u daliilay culimmadu u daliishadaan idaa balaqa almaa-u qullatayni lam yaxmal ilkhabatha, riwaayo kaleeto lam yanjas, biyuhu laba qulladood hadday gaaraan ma najaasoobaan, najaasana ma xambaaraan. Tayib, taasay marka culimmadu xadiidkaasi u daliishadaan. Culimmo badanna xadiidka way saxiix yeeleen, sida Xaakim iyo Imaamu Dhahabi iyo Imaamu Nawawi iyo Sheekh Naasir Albani iyo raxmatullahi calayhi way saxiix yeeleen. Meeshii marka maxaa ka soo baxay? Biyuhu laba u qaybsamaan, biyuhu hadday ka yar yihiin laba qulladoodu oo ay ka hooseeyaan, najaasadii ku dhibicday bas unbay ku najaasoobayaan, walow biyaha yaysan waxba ka bedelin hadday dhadhan lahaayeen iyo midabkoodii iyo urkoodii midna. Masalan, caagan biyaha ku jira dhibic kaadii ha ku dhex dhibicday, biyihii haddaan fiirino wax isbedelay male, waa sidii biyonimadoodii. Waxaynu leenahay biyahan waa najaas. Maxaa dhacay? Qullateynkii bay ka yar yihiin, in midabkooda iyo urkooda iyo dhadhankoodu isbedelaana waxba kuma xirna. Mar haddayba qullateyn ku yaryihiin ka yar yihiin, najaasana ay ku dhacday, inay najaasadu ku dhibicday horey uga najaasoobayaan. Hadday biyuhu qullateynkii aan sheegnay ay ka badan yihiin ama ay yihiin najaasana ay ku dhibicdo, waxaa la fiirinayaa najaasadu saddexdaa wasfi ama tilmaamadu biyuhu ay leeyihiin mid ka mida ma bedesha mise maysa bedelin. Hadday ku dhibicdo najaasu biyo laba fuustaho meel yaalla, markaasi midabkiina maysan bedelin, biyihii midabkoodii waa caadi, dhadhankoodiina maysan bedelin oo dhadhankoodii waa caadi, urkoodiina maysan bedelin oo waa caadi, najaasadiina waa ku dhacdo waan hubnaa, kaadi baa ku dhibicday tusaale ahaan, biyihiina waa sidoodii, wax isbedelina male. Biyahaas ayaga waxba najaas ma ah, waa biyaha qullateynka iyo wixii ka badan ah. Najaasa inay ku dhibicdo kuma najaasoobaan. Maxay ku najaasoobaan? Inay najaasadu bedesho. Masalan, hadday inta ku dhibicdo
سحرية حرب لو دخلت بيه صالحان بيه وري مرك حلينا كون وانا جاسوبي اما بيدب كودي با اسبدلي وانا جاسوبي اما ددن كودي با اسبدلي وانا جاسوبي ما فهم قودك حدي لكن بيه بينمودي باقي كيون واحد اسبدلي ايسن جيرين حلينا هي بيهاني من جاسوبي بيهاني من جاسوبي مركا بيه الماء القليل يا الماء الكثير سداسي وبقيب سبا كو ير نجاسته هذه كل بعد هوريك النجاسوبيان ولو ميدب كودي يردن كودي وركود بعدها النقطة كوا بدنا نجاسدي ونصدح حلاميت كم إذا بدشه هم بنا نجاسينيس هذي يردن كبدشة بس ونجاس هذي أورك بدشة بس ونجاس هذي ميدب كبدشة ونجاس هذي كل وذا بدشة واسكم ميد طيب الماء بيوه قليل كوير ويأي وكثير كوا بدنا فالقليل كوير ما وحي ويدون القلتين إلا بقول الله ذات كير وحي اللي بقول لضوت كير والكثير كوا بدن نقول لتاني ولا بقول لضوت إيا فأكثر وح كسي بدن القليل كان ير يتنجسو نجاسو بيا بوقوع النجاسة نجاسة كل بعدة ذا فيه دحدي سيكو كل بعدة ذا بوقوع النجاسة نجاسة كل بعدة ذا فيه دحدي سيكون عب وإن لم يتغير يسن إسبدل ببيه والماء بيها الكثير اعتراض بدن لا يتنجس من نجاسوبيه إلا إذا تغير إنه إسبدل مويانا طعمه ردن كيسو وبيها ردن كودي أي إسلب بدلان نجاسة كودي بعد سبب كيد أو لونه أما مدب كيس اللوم كو أكلر كي مدبك بيه نجاسة كودي بعد بيها مدب كودي ببدش ونجاس أو ريحه أما أرتيسه بيه نجاسة كودي بعد أرتو دين وي بدشي بيها سمركة وأيونا نجاس بين غنيا نجاس أيان غريا طيب الإمام ابن المنذر أيا وحو سوغوري أهن كاسو إنو يهي إجماع أولي بيها يركا إيا بيها بدن هدي نجاسة كود بعضو أو أي بدشو بيها ردن كودي أما مدب كودي الحمد لله أما أور كودي يا رحمك الله أما أور كودي بيها سو إنتي سدايهين ونجاس وخلافنا إنا يسجرين بسوغوري ابن المنذر رحمة الله عليه طيب هل كامركا وحنا قاني بيوه الله وضع يقيف سمان هي النجاسات كسامينها هي سيك ليه فصل موجبات الغسل كتابك هذا شرح ما ينما دابوا بلو إن كنا هاي الفادساس إنا نفهنون بنسكده هنا إن شاء الله تعالى فصل موجبات الغسل قبيسك وحيالها واجبية ستة لحوي قفك قبيسك محاكو واجبين كره قبيسك عادي وبيئة سكو قبيسان يسكاه لما ينو قبيس واجب تهي قف كانوا إنه أما قبيسته أما اللو قبيه قرمة واجبته وما دعي كرت قف إنه واجبته أسرق اللو قبيه أو أديك أي سن واجب كواه يعني إنه قبيسته إذا قف كله واجب واحد يكون قرمة إنه أديك كوا قبيه ها وقرم عشر كنا كوا قانطوا إن شاء الله كوا شيء كوباد قبيس كواجبية علاج الحشفة ذكر كرجع أما حبين ترى رجع قيبت يا ظهري قليد يا دوي في الفرج هوانك دمر كفرج وضع إذا حقش قيبتها سوى قيبت الكوبات وحديث كأبو موسى الأشعري وأنكو صومر هي كتاب كي عمدهها إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل سمح ستان إنكو هدوا أفر تيداء الدين رحلة لها هوان إذا فريستو لبدي حمنود قدنين كودين وإسقارتي هوانك يتير رقة وقبيس بواجبي مركا حشفضو وذكر كحبين تتران كرقة قيبتي سهروي ان حشفضو واتاس فرجونا وهوينتي هبي قفتي دمر كهيد حبينت دي ترن كه marka haday isgaaraan oo qaybti rag ay dhex gasho qaybti haweenka qubays ba waajibay qodobkaas waa qodob haweenaydina uu ku waajibaya ninkiina uu ku waajibaya qubays marka labo kan labaad waxa weeyo waa khurujul maniy shahwada ama manida subaxitaan keda wey sadex والحيض وديق عادده هي والنفاس ديق أمشة هي والولادة للمضى المهر أشره هي والموت جيرد قفك ودينته لحظة قضب وحا كواجبية قبيس قضب كوهر هي دليل كي سوين الشيء قضب كالباد أو خروج المنية أستغنى حاو دليله حديث كي نبي يرسل صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الماء من الماء ومعنى هدو يهي بيوه أيجا بيا واجبية وقفك هدي ماني كسر بحضه ماني دي وابيا يشهو وحكو واجبية إنه قبيسته وبيا استقرقه أي واجب كن غري وحالا مدو حوشين يا حديث أم سلمة
oo ام سليم oo انس هويدي اه ayaa nabiga inta u timid ayay waxay tii rasuulka ilaahay oo inallaah la yastahiyi min alhaq asagana waa soomaa rasuulka sultan fahal ala almar'ati min ghuslin idha ihtalamat haweenaydu ilaahay xaq kama sirriigtee hadii ay riyooto oo ay ku riyooto ayadoo nin xiriir gogle la sameeyayse ninkeedii u galmoonayo qubays ma lagu leeyahay haday sida ku riyooto markaasuu nabigu yiri haa idha ra'atil ma markay soo toosto haday aragtay mani iyo shahwo ka soo baxday farjigeeda xaggana ay riyootay dee waa laga rabaayo way qubaysanaysa ام سلامه oo nabiga xaaskiisa meesha fadhiday markaasay indhaha duubat kasina haye dhankaar kugu dhacday haweenka miya waxaasba ka suurtoodo ma biyay haway ku leeyihiin markaasaa nabigu wuxuu yiri nacam taribat yamiinuka fabima yashbahu alwalad hadaysan haweenaydu shahwo iyo mani lahayn maxay mararka qaarkood ilmaha ay haweenku dhaleen ayaga ugu ekaadaan ilmaha soomaali arag mar aabihi uu weegyahay mar hooyadii buu weegyahay mar ree abtigii buu weegyahay mar ree aabihi soomaali arag waxaa keenaya aabuhuna mani buu leeyahay hooyaduna mani bay leedahay habda mid baa laga yaabaa ilaahay ilmaha inuu ka abuuro marka labadaba waa laga abuurayaa laakiin waxaa laga yaabaa midkood inuu dhan u xoog bato haddii xagga tii haweenaydu ay kor marto ilmuhu xaggeeda uu ekaanaya haddii ta ninku ay sar martana ilmuhu isagiibuu ekaanaya maxay ku tusinaysaa marka haweenku shahway leeyihiin manina waa leeyihiin sida raggoo kaleeto marka haddii ay mani soo baxdo manidaas qofka markay ka soo baxayso ama jimaac iyo galmo uu sameeyey xiriir gogoleed ha ku soo baxdo ama ha ku soo baxdo riyo uu riyooday ama soo jeed ha ku timaado ama ha ku timaado hurdo ama fakar ha ku timaado uu fakaray kullu dalika waa isku mid mar hadday maniyi soo baxdo inuu galmo sameeyo xataa laazim ma ah isagoon galmoonin hadduu inta riyoodo ee ka soo baxdo qubays baa ku waajibay hadduu fakaro ee ka soo baxdo qubays baa ku waajibay tayib waa sidaas marka qodobka saddexaad waa xaydka saddexda qodob oo dambeeta lixdaa qodob saddexda qodob oo dambeeto saddexda qodob oo dhexda ku jira xaydka iyo nifaaska iyo wilaadada saddexdaa haweenkii khaas ku yihi soo lix qodob maaha waxyaala qubayska waajibinaya saddex rag iyo dumarku waa isla wadaagaan tusaale ahaan labadii xubnood oo taranka hadday isu galmoodaan oo isgaaraan ama maniye ee haweenayda ka soo baxda ama ninka ka soo baxdo iyo qodobka ugu dambeeya oo geerida ah saddexdaa raggii dumarku waa ka siman yihiin laakiin saddexda dhexda ku jirta qodobka saddexaad iyo kan afraad iyo kan shanaad haweenkii khaas u tah waa saddex qodob oo haweenka qubays ku waajibiya mid waa maxay waa dhiiggii caadada gabadhu hadduu ka soo baxo oo uu ka go-o waxaa waajib ku noqonaya inay ka qubaysato sidaa ogeed baa nabigu xadiidka caaisha wuxuu lahaa idaa aqbalat ilxaydatu fadaci salaata waidaa adbarat faqtasili wasalli haddii xaydku kugu yimaado salaada iska daa markaa haddii xaydku uu kaa go-ana dee qubayso oo tuko buu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama xaydkii marka u kaa wannifaas nifaaskuna waa haweenaydu markay umusha dhiigga ka yimaada dhiigga umusha asaguna qubays buu waajibiya maxaa asaga daliil u ah inuu qubayska waajibiyo kow culummadu waxay kaga qiyaas qaateen xaydka dhiigga ka horreeyo caadada ayay kaga qiyaas qaateenoo dee waa xayd isu yimid bay leeyihiin ilmihiibay waxay leeyihin waa xayd ururay waxyaalaha noocaas dhiigga ku imaanaya ilmadiisi axkaamta badankoodana wuu la wadaagaa qodobkaasi marka waa qodob sidaasay culimmadu u daliishadeen qodobka ugu dambeeya walwilaadatu iyo dhalmada haweenaydii tusaale ahaan way dhashay ilmaha ka soo baxay laakiin wax dhiigu kama imaanba haddaan wax dhiigu ka imaan dee bas wey ilmaha ka soo baxay baa qubayskii ugu waajibaya maxaa u daliila ilmaha soo baxay laftirkiisii mani iyo shahwa hadday ka soo baxdaba soo ma qubaysateen ilmahan ka soo baxay laftirkiisa wuxuu yahay mani ururtay lan innagaan o dhan waxaan ahay mani ururtay baynu nool isu geeyey marka ilmaha soo baxay baa mani ururtay kow oo isu timid kow waa midda labaade inta badan ilmuhu markuu dhalanayo xataa dhiig haddaynaan arag qoyaan iyo wax inay farjigii ka soo baxaan oo balal iyo qoyaan u ka yimaado waxa weeyaan waa wax dhici kara walow yaynaan arkinbe marka taasuna waxay keenaysaa inay gabadhu hadday umusho walow dhiig bayaysan araga ay ka qubaysato qodobka ugu dambeeya walmowtu waa midkaan lahayn qof in loo qubeeya ay waajib tahay asagu inuu qubaysta waajib kuma aha qofkii dhintay meydka hawey dee isaga waxba takliif ma saara waa dhinta aynagii laakiin la joognaa waxaa waajib inugu noqonaya inaynu u qubayno qofkaas oo mayrno meydka soo lama dhaqo aynaga waajib inugu noqonaysaa waxaana u daliila xadiidka mucatiya isagana cumdahan kusoo mara oo nebigu uu lahaa gabadhiisi zayna markii dhimatay oo loo dhaqayay iqsalnahaa mayra
ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وحويا صدح اغسلنها وي اغسلنها ميرا سلا صدح شير أما وحويا شن أما وحكسي بدن واتو نبي الله صلى الله عليه وسلم لحدا قضى مركة قبيسك أي واجبيا ننكي رير أقل موضة أما قبر الله أقل موضة وحكو واجبيا قبيس خلاص علماء وحي سويديان كورن قبر دي هدي انتاني كيد أرير ريستي أقل موضة مركة أقل موضة كبعد وقبيستي مركة قبيستي كبعد وحي أرتقيان كصودات ها حلقة كقبيسنيسة علماء دولي وحي الله أقل قاضية كبرنا مركي لو قلمونه قف أيده خيار كذا أو أرنك قصة ما يصير هذا هيد أو ضارتي ده واحد ماشى كم وغدا واحد صار وغدا واشى هو دي سيا تادي يسكت ضارتي مرة بعد بيقبي سنيسة مرة بعد أي قبي سنيسة طيب هدي قف شهوة جودتي هذا هيد هدي سن شهوة جدا المير بي هيد والله قف صدي وحويان والله تبقر أيده هردا وحلاقي وقف إنه حماتك وسامي وكلاته شهونا ايسن قدان اي قبيستي هدونا اي وحسكو اركتو وحاويان دي وحلقا يابا شهوة دي مركا اني سرحين تحس وشهوة ايس شهوة قدان طيب علاج الحشفة في الفرج قيب تاقوه ريسوكو سابسان حبينتي ترنكا او فرجي لبدا حبنود اسكاري فرجي اس ميشة قليا كو دوني هان نغضو ميشة اللي قلنا يانا اما فرجي عادي او لغا سحارو لغا كاديا هان نغضو اما ميشة لغا سحارو هان نغضو ونين هدوني وحكا دايو وعندك كحنا لوطين ماذا يخلص ماذا لا يقانه أما هؤلاء يبغوا تجي لكن ماشي لو قلت لك قال يقوموا سيتجين دبده وقعد تجي قبيس بلا بدي بكو واجبي قبيس أيه بلا بدي بكو واجبي بحي علماء ذو كهلا ماشي واحد يروح بنتي ترى كروح بنتي كلو أنا جشة واحد استقلالي بهذي سلا وقف أهين واحد كلا يهين دمر كار ريورب كان راح نغلط أي بيجورس لا أي بيجورس ليس أيه نقرن هاي أي هذي جورس تو نقرن هاي قبيس بكو واجبي هاي دي قويسة كوة جيب لكن هذه حتى ترى هو كقوي سنة يسمى كأن صح يا أيدي بقالد مركا علماء واحد كهل الله يان ماشى سواح كسوق فرجي وقال أميد ضد هان قضاء أميد دوي هان قضاء قويس بواجبين أيه ماشى واحد قال هيا أنا أما ماشى لقى كادي هان قطه أما ماشى لقى صح رضا هان قطه سويت وقال يان مني دو واش يعني مركا إصابة حيصه هنا يكون صابة حضو وحيلا يكون دو أنت هيبقى شرته مثلا سبب وديتان قال لا ضحي راح لا ضحي ee midab gooni iyo wax leedaha sinjin gooni oo kuwa kala kala duwan tahay madi iyo wadi iyo waxa kala jira iyo mani marka ayadu haday qofkii ka soo baxdo rag iyo dumar ku doonaha noqdo ama soo jeeda kaga baxdo kaga soo baxdo ama hurdaha kaga soo baxdo ama galmaha kaga soo baxdo ama yeesa kaga soo bixin qubaysba waajibinaysa galmaduna sideeday qubaysku u waajibisa labada xubnood inay isgaara walaw shahuba isleeman niku reerkiisa haduu u tago oo xubintiisi taranka iyo tii haweentu isgalaano isgaaraan قبيس باكو واجبه هي ولو بيبي سكا يبان متكوم لبدا قبيس باكو واجبه هدي بيوه يمادار ويفرق عيار كو يمادانا ايادر واكو واجبه علاج الحشفه ان قيبته هرو او فرجغه دلفا لو يقانا دلفده طيب جلينتيده ويا اما فنجر في الفرج فرجغه هوينك دخ لا دخ غليو قبيس باكو واجبه لبو وخروج المني يمنيدا صوبحتان كده منيدو نجاس ما هو طاهر قبيس بين واجب السه يو خروج المني شهوه صوب حديده رج الدمر بواسكميت لبدا وكصدحات و... حنقن يا يا والحيض ديق عادده يا والنفاس ديق امشه يا والولاده ضلمد يا امشيه لكن ديق ان ودان يا والموت غيري لحدا قضب قبيس بي واجبيا marka shanta hore to dadki ayo qubays ku waajibaya la rabay in qubaystan ee qofka ugu dambeeyo meedkaana dadkii ba waxa ku waajibaya qofkan meedka inay mayraan ba ku waajibaysa ayaa ku waajibay faslun furudul ghusl mayritaanka ama qubayska dhe qubayska waajibaadkiisu ithnaan labawi marka aad qubaysanaysid waxyaalaha qubayska kugu keeno waajib kaga dhigayso lix ma ahayn marka aad qubaysanaysid maxaa waajib ku ah laba qodob ba waajib ku waabi ko النية وين نديست كبار دي مركي ديجا عادة كقبيسنا يسوكي للمدى كقبيسنا يسوكي كلا للمدى عادي هذا كقبيسنا يسو نقف كي مركو مني كقبيسنا يشهو قال مدى مركل كقبيسنا يو واجبة إنه النية حدث كان كوك ما يو كور دعي إنه إسكاكري له إنه نيستوي حديث كي واحد أود دليل عن صوم الرأي إنما الأعمال بالنيات سمح سطع
marka waa inuu niyeysto yani dhiiga caada ka qubaysanaysid inaad waxa mani ka qubaysanaysid galma inaad ka qubaysanaysid waa inaad niyeysato horta niyaduna waa maxay waa soogaan waxaad u qasdaysaa shaygan inaad la timaadid iska koryeeshid khalaas qodobka labaad wa tacmiimu lbadani biyaha in lagu dhamay jirka in lagu dhammaystiro weeye bilmaa i biyo waa jirkaagoo dhan inaad biyo gaarsiisid sida awgeed haddii adoo janaabo qaba ama gabadhii dhiig caada ay qabto ama dhiig umul ay qabto ama ay umushay ama galmo ay jirtay haddii qofku intuu biyo meel yaalay u yimaado oo badda dhex galo niyeysto inuu ka qubaysanayo oo uu dalaq biyihii dhex yiraahdo oo uu tiimbado oo ka soo dhex baxo waa qubaysatay xadadkii ku qumay oo haystay waa ka koro noqday ma khalaas waa tukan karaa wixii kale wuu samayn karaa marka sababtu waxa weeye niyadiina waa la yimi jirkiisii oo dhanna biyuu gaarsiiyey ma la fahmi qodobka haddii intaa shaawir furtid oo aada hoos istaagtid waxba aadan dhaqin laakiin jirkao dhan biyihii aad ku aad aad isu isgaarsiisid khalaas ma la fahma inaad taxadartid oo meelaha marmarisid oo meelihii lalaabkaha iyo meelaad isleedahay biyuhu gaari mahayaan de hadday jirto meelaad isleedahay biyuhu gaari mahay waajib bay noqonaysaa marka inaad gaarsiisid laakiin haddaad isleedahay sidaa biyuhu way kuu wada gaarayaan biyahaasaad isu dhigi kartaa khalaas roob baa yimid adoo janaabo qaba ama gabadhii dhiig baa ka go-ay dhiigga cadalka inay qubaystay rabtaa biyana ma haysato roobkiiba isu dhigtay waana niyeysatay roobkiibaa inta ku da-ay tinka dhala iyo qoobka biyihii baa wada gaaray khalaas waa qubaysan tahay gabadhaas daharadeed waa u dhammaystiran tahay meeshaasay ku tukan kartaa salaaday rabto waana waxa weeyaan saasaa la rabaa labadaa qodob bas weeye marka waa inaad niyeysatid markaa qubaysanaysid oo qubays waajiba ka qubaysanaysid kow jirkii oo dhanna waa inaad biyaha wada gaarsiisid sidaad doonta u gaarsi ama dabaal ku gaarsi ama roob kugu yimid ha ku gaarsiiyo ama shubitaan lagugu shubay ha ku gaarsiiyo adigu waa inaad niyeysatid biyuhuna jirka ama ismarmarin ha ku gaarsiiso waa inaad jirkii oo dhan biyaha si fiican u gaarsiisi arrinka asagaana culummadu wax khilaafa kama qabaan imaamu nawowina wuxuu soo guuriyey arrinkaasu inuusan khilaaf jirin waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid ah xadiidkii caaisha oo nebiga sal allahu alayhi wasalam ay tiri kaana ida iqtasala min aljanaabati bada-a faqasala yadayhi waa xusuusataa sooma markuu janaabo ka mayranayo wuxuu samayn jiray nebigu sal allahu alayhi wasalam labadiisa gacmood buu ku bilaabi jiro mayri jiray haddana wuu weysaysan jiray sida qofka salaada u weysaysanaya oo kaleeto siduuba salaada ugu weysaysan jiray haddana farihiisu biyaha dhex gelinayaa markaasuu dhex takhliil ku samaynayaa usuulu shacri timihiisa usuushooda ayuu faraha dhex gelinayaa biyihii si fiican u gaarsiinaya markaa kabacdi buu biyihii wuxuu ku soo shubayaa madaxiisa saddex jeer kabacdina biyaha ayuu jirkiisa ku shubayaa nebigu sal allahu alayhi wasalam xadiidkii bukhaari iyo muslim waana soo maray kitaabka cumdaha ayib faslun furuudu lwuduu furuudu lgusli qubayska waajibaadkiisu ithnaani laba weeye kan koobaad alawal waa anniyatu waa niyu ogow markaad dhiigga ka qubaysanaysa gabadhu ama qofku mani uu ka qubaysanaya ka soo baxday iyo shahwo gudasho ama galmo iyo waxyaalaha la midka waa inuu niyeysto iska qubaysa maaha niyo shaygan waa inaad iska koryeeshid inaad niyeysatay labo wa tacmiimu lbadani iyo jirka in lagu dhammaystiro tacmiim waa in lagu dhammaystiro la wada gaarsiiyo bil maa i biyo biyihii daahirkaa caadiga ahaa waa inaad jirka wada gaarsiisid faslu shuruudu lwuduu'i weysada shuruudeedu casharatun toban weeye soo kuma dari karo weysada shuruudeedu waa toban markaad weysaysanaysid toban shardi baa lagaa rabaa kow al islaamu islaamnimo qofka weysaysanayaaye waa inuu islaam yahay sababtu waa maxay weysadu waa cibaado qofka gaalkaana cibaadana ehel uma aha niyo saxiixaho fiyowna ma leh hadduu xataa waxa weeyaan weysaysta oo uu la yimaado weysana maka ansaxayso khalaas horta waa inuu qofku muslim yahay labo watamyiizu wax kala soocid waa inuu qof wax kala garanaya iyo wax kala soocaya leanna qofkii aan waxba kala garanaynin dee niya ka ansixi mayso cibaadaadka dadkii laga rabayna maba ahaba weysaduna waa cibaado niyo saxana loo shardiyaa niyo saxa ayaa loo shardiyaa marka iyo watamyiizu kala soocid uu wax kala garanayo qofkii saddex iyo wannaqaa'u ka nadiifsanaan gabadhii ay nadiif ka tahay canil xaydi dhiigga caadada iyo wannifaasi dhiigga umusha sababtu waxa weeye dhiigga caadada iyo dhiigga umusha gabadhu hadday tidhaahdo iyadoo qabtaan weysaysanaya dee weysadeed waxba raad iyo saamayna ma leh salaad laguma banaysto qur-aan laguma akhristo weyse aad weysaysatay adoo dhiig qaba waxba kuu tari mayso welina inuu dhiiggii caadada iyo dhiiggii umusha ku haya ka zuuli maysid khalaas marka weysadu waxba kuu tari mayso marka gabadhu markay rabto inay waxa weeyaan weysaysato waa inaysan dhiig caado qabin
وانا اني صديق ومشه كو دخجري وانا لبدا نظيف كتهي النقاء والنقاء وانا نظيف كتهي عن الحيض حيض والنفاس ديق دالمد افر وعما شينا وانو قفكو نظيف كيهي يمنع ديديه وصول الماء بيها غاريدوده الى البشره اوغده يا جيركا اي غارا مثلا gacanta haduu kama ku saaraya inta soo dhanba ku qaban markaas waxa tir dusha ka dhaqahay hadabiyihi adusha kaga dhaqday jirka ma gaarayaan ama jaakad weyn baad qabtay iyo fanaad markaas waxa tir gacanta dusha ka dhaqahay iyo qamis inta baa isla qabtay gacanta ina dusha ka dhaqdo hadabiyihi ma gaarayaan jirkaaga inay biyahan jirka gaaraan oo ila xusulka lagu dhaqan soo lama rabin marka ma jiriso wax biyuhu inay jirka gaaraan diidaya waa inay jirkaaga ku oolin وهنا تشيركا بيو غاريا طيب هدي قبالي انتي عجين قصتي عجين كو هلكان كسر سارية وهلكان كسر سارية او يتلاه او يسيسان هاي عجين كو ماشا كو قلالي او يعجين كدوشي سي بيه اسكامر باريس عما صحي سوطة بيه ميسن غارين تشيركي لر ما لفهمه وانو مركا قفكو نديف كي هاي عما وعما شيء يمنعو ديدا يا وصول الماء بيها غاري دودة الى البشارة بشارة وقادة تشيركا مقارك تشيركي سوي طيب لأن قفك ويسيسينيا وحما أمور كيوه الله فراي حبنيه سئنو مايرو حبنيه مايرتان كودي وحورتاغان هدهي تشيران وبيوه إنا يقاران دي ديانا دي مركا مايرتان مسورتو بيوه طيب شن وألا يكون وإنو سانهين وإنو سانهين على العضو حبينتا دوشيه حبينتا ويسيده ورقايوه ما شي يغيرو بدلي الماء بيوه ومسلا مهم هدهي توحي تيتنكوه الرئيسي wax biyuhu inay jirki gaaraan diidaya waa inaysan meesha jirin soomaa tani waxa way biyihi marka meesha ku dhibcisid wax biyihi ba biya ahaan ka bedelaya jirkaaga haday ku yaal cajinkiyo kala ka soo qaadba cajin ba gabadhi meesha kaga wada yaalay tani cajin qas buu ku fariina baalasho aad hadaysan u tababarnayn meel walba isaga halaynaysa marka intaas oo dhan cajin kaga yaalay tir waa weysiisanay biyihi weysada hay sacabka ku soo qaadatay cajinki markay marisay isla cajin ba isla noqday hadii magaci biya ahaan ahaayo biyihi wax daahirinaya marka magaci waa ka zuri wax cajin bay noqdeen ba عشين بين قضية، مركب لما مرة بساس، وح بيه بدلية أو مقعد بيأهانها كب بدلية وح كل كيرية وأنا سأشيرك على دوشة دوشة سهرين حبينت أصدق إيش؟ سببت وح ويا بيه هذا إيش بدلان؟ مدى بكودو أما ردم كودو أما وح ويا أركودو إيش بدلو؟ أنا يطهور نقضان وح طاهرة يا مركب ماشى ويكب حيسة، بيه الجوي سيسنة يا وأنا يطهور يهين بيه يجون طاهرة وحنا طاهرين. والا يكون وانو سنهان على العضو حبنت دوشهده لا دقيو ما شيء يغير بدله دورين يا الماء بيه لح وحال ربا والعلم اوغانشو بفرضيته ويسداني واجب اني تهقف وين اوغيه سببته وخي واجب اني تهي ان كلا دوس كلا غرانينن تمحو سيس ترهايه نيتي وحال ربا ان وخ لو كلا ساره تضب والا يعتقد وانو سن كامن فرضا شيء واجب ومن فروضه ويسد واجبات كيسا كمدا سنة سنة وإنو سكا أميني قعانتا نميدك تاين لغاتو سالها سو واجب ماهين هدي آد آميتي سنة إنا يتو سنة أهانو لغايسة ماي لا مرحب سببتو واحا ويهي قفكو إنو آمين وايو شاي غاني إنو واجب يهي أما او عقيدين وايو أو سنة كآمينو دي ماشا سايدا ماشي با كبحي وحا كبحي وحي ديدي سنية دي صحيحة دو ماشا كبحيس نية دي صحيحة نية دانا وحا لوغو تلقلي cibaadooyinka rutubooyinka iyo darajooyinkooda in lagu kala saaro caadadka iyo cibaadooyinkana lagu kala saaro maxaa ka mid noqday marka sheygan aan niyiisantahay wanaad aqoon u leedahay salaadaan uu weesiisanaysa muduhurba bisa waa sunno tii weesiisanaysa walaad kala garanaysa qofkii marka waajib inay tahay weysada aan garanaynin inuu niyiista waajibkii u suurtoobi mayso walaa yaqtaqida wa inuu san ka aaminin fardan waajib oo min furuudihi waajibaadkiisa kamida sunnatan sunno wal maa'u biyuhu waxaa kamida waxa weeyaan shuruudeeda شروط الوضوء 10 و 12 ما هي طبعاً بيها هي وحكم إذا والماء بيا الطهور أي طاهرة بيا طاهرة أيقنا وح طاهري وأنزل من السماء ماء طهورا بيا طاهرة أيقنا وح طاهرة هي وإن يهم بيها تكون شيء سنس طيب سديد والماء الطهور وبيها طاهر كه بيا طاهرة وحنا طاهرية سقال ودخول الوقت وقت جلتان كيس أيها كم إذا waqtiga intuu sagalin kor waska si weysiisan karta dad caafimaad qabtid laakiin waqtigi haduu galay salaada aad tukan lahayd inaad weysiisatid waajib ay kugu noqonaysaa marka sababtoo ah salaada si ay ku tukan karta dadan weysa qabin ba wa dukhulul waqti waqtiga galitaankiisi wey taban
والموالات وحريرين لدائم الحدث ويسجبك شوكت ذا قفك يقبي دائم الحدث وحلو يقنا قفك سحر ذا عن عشان كريم كاديدا عن عشان كريم مثلا قبر ديك ومر البكاس عور دبر فرن قبته إن قفك أنت حنو صيلا جيا وإنه سنيفت عشان كريم قال كإيمان يسوق التي وحيال رميتك دائم الحدث بلو يقنا كاديبا اسكس عطه سلام ولا جربة محل جربة مركز سلاد يويسدا وإنه حريري مركز سلاد وقشو يويسي سنة هي وحو هاجاتين كرو هاجاتين هي سلاد وكليه خلاص لكن الصيغة كذا كسرعتها ديرها أفر ساعة الصبح نمان سكوي سيسن هاي ظهر كنا وقت كان أنت ظهر كي وده حيس أفر ساعة طبعا شر وكاتشي أو نيفتو كاتي من أو صحرا كاتي من مايا قفك كلاسي وسيسن كره لكن قفك دائم الحدث كقبة أما سلاس البول كقبة صحرا دوس عشان كرين كايدوس عشان كرين ليجوس عشان كرين نيفتوس عشان ويا حيا الله ميت كأ قفك النوع عصو كليتاء وحال رهبا موالات إنه صميم موالات وام حي ويسدي هالمرو وسيسن سلاد يويسدي نوسكو حريه والموالات وحريرين لدائم الحدث قفك حدث كتشوكت ذا قبي حيال حدث كأنا وحبان كتلمان سببت وحوي قفك دائم الحدث حدث كدائم كقبي وتشوكت ذا دي هوشي سو ضرورة كل سنة واحد ضرورة ضرورة أي كل سنة سببت وحوي مر والبوحة تاجم وحوي سيدي بوريني صحرا دي يكادي دي يديك ينفتي وأوح مر والبس ويسدي بوريني هاي وحيو تاجم بهدنا وحلا لي هو يسو ويسيسو مرك ضرورات كوحيالها أهنا دي قدر كذا أم بالوتشان جويا الصلاة دي وقت يديون قليل هدوية هذا وسيو ويسي سنة هي دي مركز سيدا وح إيمانه سأم حبنيه بان كلا فصلنا هي ميدو ميل كل غاية وحوي لبقى إيمانه لبقى إيمانه مركز موالات قفقة سقلته ولازم والله أعلم صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.